التمرين معاكم في التغطيه، وبينضم لي في هذه اللحظات اسلام حسن لاعب فريق النادي الاهلي واحسن لاعب في البطوله الافريقيه. اسلام ببارك لك على الهواء مباشره على شاشه قناه الاهلي. الله يبارك في حضرتك. الله يخليك، شكرا. اولا انجازين، انجاز البطوله في حد ذاته في البدايه. الحمد لله رب العالمين. ان انت تطلع من خساره تأدي الاداء القوي ده، دي تبين ان الفرقه فرقه كبيره، فرقه بطولات. ربنا كرمنا الحمد لله بالبطوله دي، ومش هتبقى اخر بطوله ان شاء الله رب العالمين. الفرقه دي اظن معوده جمهورها على طول على البطولات. خسرنا السنه دي في الاول، بس ان شاء الله هنعوض بالدوري والكاس كمان ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين على الجائزه. الواحد مبسوط طبعا ان ربنا كلل مجهود الواحد ومساعده اللعيبه دي كلها. بصراحه اللعيبه كلها رجاله وتستحق احسن لعيبه كلهم. ازاي تعاملتوا مع البطوله الافريقيه كابتن اسلام في ظل ان المباريات كلها كانت متلاحقه وخارجين مباراه السوبر بالاحداث اللي حصلت فيها، وانت كنت الاقرب للفوز بهذا اللقب؟ تعاملت من خبراتك. اللعيبه دي كلها خبره، اللعيبه كلها دوليه، معرض للخساره والمكسب. ما عملناش اللي علينا طبيعي في السوبر، بس ان شاء الله اللي جاي نعمل اللي علينا اكتر ان شاء الله. وزي ما قلت لك، هي مش اخر بطوله، الرياضه مكسب وخساره، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، دوري وكاس ان شاء الله. لقب احسن لاعب بقى بالنسبه لك شايفه ازاي؟ وهل كنت تتوقع الفوز بهذا اللقب؟ لا والله ما كنتش متوقع خالص. طبعا زي ما بقول لك، الواحد مبسوط جدا بالجائزه، وان شاء الله ما تبقاش اخر جائزه ان شاء الله. يمكن سؤال اخير ليك، لاحظنا كل متواجد بالاسره دورهم مهم جدا معاك. ها طبعا الواحد بيتفائل بيهم على طول، جولي طول البطوله وشهم حلو عليا. بس شكرا. شكرا جزيلا. الف شكر. مستمر